بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا يا جماعة عند السلايد دي المرة اللي فاتت، وهنبتدي بقى إن شاء الله إن احنا نحل المسائل اللي بتقدمها لنا جيكس فور جيكس، الليفلين اللي هما الأدفانسد والبيزكس. تمام يا رجالة، احنا هنبدأ بإيه؟ بالأدفانسد طبعا. خلاص البيزك دوت في الآخر خالص احنا هنحله إيه؟ بالنظر كده. تمام. طيب دلوقتي أنا دلوقتي يا جماعة عايز أتفق معاكم اتفاق، لو سمحت الناس اللي حضرت معانا الكورس من الأول وبتذاكر، استأذنك المسائل اللي احنا هنحلها دلوقتي تحلها اول حاجة بالنظر، تعمل بوز للفيديو وتحلها. تمام. ما عرفتش تحلها تقوم تقفل على الفيز التاني اللي هو يا جماعة حل السؤال برسمة. تمام. طيب لكن انا عايز اعودك واوصلك لمستوى ان انت تحل السؤال يا جماعة بالنظر في مسائل كومبليكس. ايوه لازم ان انت ايه ترسم فيها زي ما اتعودنا. تمام. ولكن برضو المسائل الكومبلكس دي يا جماعة لما انت بتيجي تحل كتير وتتدرب كتير هتوصل في مرة ان انت تحل المسائل الكومبلكس دي بايه يا جماعة؟ بالنظر. خلاص يا رجالة. طيب تعال نشوف اول سؤال. طيب انا طبعا عشان وقت الفيديو فانا مش هحلها معاكم ايه بالنظر. تمام. وكده انا مش هفهمك اصلا، سواء للناس بقى الجديدة اللي داخلة بس عشان تحل، او الناس الايه اللي معايا من اول الكورس. خلاص. طيب تعال نشوف اول سؤال. هنا عندك في المين فانكشن في الانتري بوينت بروجرام، عندك هنا في المين فريم بيقول لك ايه الاوردر عباره عن انجر. طب انا عندي على الماشين بتاعي وعلى الكومبايلر بتاعي الانجر بكام يا جماعه؟ ب 4 بايت. فهعمل اللوكيشن للار في الستاك بكام يا جماعه؟ ب 20 اهوت. خلاص. طيب بعد كده قال لك انا هعمل بوينتر، ده بوينتر تو انت، او هاساين ليه الادرس اوف ار. طيب تمام. فكان بالظبط الار دوت او البي اللي هو البوينتر بيبوينت على الليست سيجنيفيكانت بايت ادرس فين يا جماعه؟ في الاوفر فيريبل. طيب بعد كده عمل انفوكيشن للفانكشن اللي اسمها فان وبعت الادرس اوف ار او البي يعني. خلاص اللي هو ستورد ايه البيز ادرس للار اي فيريبل. طيب هيستقبله هنا طبعا في البوينتر بنفس الداتا تايب بوينتر تو انت، بحيث ان هو يقدر يعمل اي دي بي فينسنج ل 4 بايت بعد كده، ويمشي الستيب سايز بكام يا جماعه؟ ب 4. خلاص اهو جينا هنا في الفان فريم في بوينتر لوكال بوينتر للفانكشن وبيبوينت ايه على نفس الايه الفاريبل اللي هو. طيب بعد كده عمل لك لوكال فاريبل برضه انت كيو ده بيساوي 10. بعد كده قال لك ان البي هيساوي الادرس اوف كيو، يعني البي من الاخر هيسيب الار وهيروح يبوينت عليها يا جماعه على الكيو. ممتاز جدا. بعد كده الفانكشن دي ايه اللي هيحصل لها يا جماعه؟ الاون ستاكينج. تمام. خلاص دلوقتي الستاك بوينت واقف هنا وخلاص الفانكشن دي دلوقتي بالنسبه لي ايه بقت جاربج او دي الوكيتد. خلاص يا رجاله. طيب هيرجع تاني للمين، بيقول لك هنا برنت اف الديسيمال او السبيسيفاير ديسيمال الدي ريفرنسنج اوف بي. تمام. هنا البي هو عباره عن ايه؟ عن بوينتر تو انت، معنى كده ان هو يقدر يعمل دي ريفرنسنج للدي يا جماعه ل 4 بايت من اول البيز ادريس ده اللي هو ستورد فيه. فهيجيب لك ال 4 بايت دولت اللي هم كام اصلا يا جماعه؟ ال 20. خلاص اهو. خلاص يا شباب انا عايزك تحل المساله كده، مش عايزك المساله تبان ان هي ايه لا ده خلاص ده ماليش دعوه ده، لا عايزك تحلها بالتفصيل كده في البداية. خلاص. تعال نخش على السؤال التاني. بيقول لك assume ان size of integer and pointer is 4 byte. احنا فاهمين طبعا ان size of pointer اللي هو ايه ال number of electrical lines او ال address bus اللي between ايه يا جماعة ال CPU والممري. تمام. او ال RAM بالتحديد. هنا بص يا سيدي بقى ركز معايا انها كويس جدا. هنا عمل لك hash define لل R ال rows يعني بتساوي 10 وهنا الكولوم ب 20 R و C. تمام. بص بقى ركز معايا كويس جدا. عندك هنا في الانتري بوينت بروجرام في المين فانكشن اقرا كده معايا. خلاص احنا بقى بعد ما خدنا الكومبلكس ديكليريشن احنا بقينا ناس فاهمه بقى. بيقول لك ايه ان البي هي عباره عن ايه هنا؟ بوينتر صح؟ خلاص هو هيعمل بوينتر. البوينتر دوت مستني منك ايه ادرس صح؟ طيب طب ده بوينتر لايه بقى؟ خلي بالك معايا ده بوينتر تو ايه بقى؟ تو دايمنشن اري. خلي بالك من الكلام. Pointer to two dimension array of ايه بقى 10 اللي هي الار هنا بتساوي 10 of 10 one dimension array each one dimension array of 20 integer. صح في الجلوه ولا ايه؟ صح جدا. يعني دي بالنسبه لي عامله كده بالظبط عشان بس ايه ما نتلخبطش، كانك بالظبط بتقول انت كانها بالظبط كده. تمام يا رجاله. فانت خلي بالك بقى معايا من الحته دي كويس جدا. تفتكروا ديت كنا بنستخدمها في ايه؟ فاكرين لما عملنا
الثري دايمنشن اراي. احنا قلنا الثري دايمنشن اراي يا جماعه، الناس بقى اللي حاضر معاك الكورس بقى، قلنا الثري دايمنشن اراي هي عباره عن ايه؟ عن تو دايمنشن اراي. كل تو دايمنشن اراي وهو عباره عن ايه؟ عن سيت اوف وان دايمنشنز ايه اراي. كل وان دايمنشن اراي فيه ايه؟ النمبر اوف اليمنتس، صح ولا ايه يا جماعه؟ بالداتا تايب ايه؟ بتاعته. طيب لما كنا بنباصي الثري دايمنشن اراي لفانكشن، احنا قلنا ان اسم الاراي في الثري دايمنشن اراي يا جماعه ايه؟ الستيب سايز هنا بتاعته بكام؟ ب2 دايمنشن اراي، صح؟ مش هي دي لما كنا بنباصي اسم ال 3 دايمنشن اراي لفانكشن، مش كنا بنستقبلها بحاجه زي كده؟ صح ولا ايه يا جماعه؟ صح جدا، تمام. يبقى انا دلوقتي متخيل ان البي دوت الستيب سايز بتاعته بكام يا جماعه؟ بال 2 دايمنشن اراي، صح ولا لا؟ الناس اللي حاضره معايا الكورس فاهمه الكلام ده كويس جدا، تمام يا رجاله. طيب دلوقتي انا عايز اسالك بقى على سؤال كويس جدا. دلوقتي البي، انت قلت ان البي عباره عن ايه؟ عن بوينتر 2 كام يا جماعه؟ 2 دايمنشن اري، صح؟ يعني ايه؟ بالشكل ده كده، صح ولا ايه؟ صح جدا. طيب انا دلوقتي لو انا جيت قلت لك هات لي السايز بتاع البي بس، انت هتقول لي ايه؟ والله يا باشمهندس البي ده انت قلت ان هو بوينتر، فهيجيب لك كام؟ 4. طيب استريك البي، يعني الداتا اللي بيشاور عليها البي اللي هي ايه؟ ال 2 دايمنشن اري كلها، اللي هي عباره عن ايه يا جماعه؟ 20 في 10 بكام؟ ب 200، صح؟ في ايه بقى؟ في حجم الداتا بايت، صح يا جماعه ولا ايه؟ يعني 20 في 10 ب 200 في 4 هيبقى بكام يا جماعه؟ 800. دي الاجابه. خلاص كده يا رجاله، مفهومه جدا وسهله وبسيطه جدا. طيب السؤال هنا بقى ليك بقى، هو انا لو جيت قلت لك حاجه زي كده عشان الناس بقى ايه اللي فاهمه بقى، هل دي تفرق عن دي؟ ركز، ما تبصش هنا دلوقتي. هل الاراي اوف اوف اللي هي هنا ب 10 وهنا دي ب 20 السي، يعني انت هنا انت لما تيجي تقرا دي عباره عن ايه يا جماعه؟ 2 دايمنشن اراي اوف كام بقى؟ 10 او 10 1 دايمنشن اراي. كل 1 دايمنشن اراي فيها قد ايه يا جماعه؟ ها؟ 20 انت. ولكن خلي بالك، ولكن خلي بالك معايا، هنا اسم الاراي الستيب سايز هنا بتاعته بكام؟ ها؟ ب 1 دايمنشن اراي، صح ولا لا؟ صح جدا. يعني انت دلوقتي تخيل معايا دلوقتي اسم الاري اهو اللي هو الاوف ده، اللي هو ليه اوف ده اهو اهو، تمام. ده بوينتر لايه بقى؟ للفيرست 1 دايمنشن اري، ولكن ده بوينتر للتو دايمنشن اري اللي انت كنت بتبصيها لما كنت بتبصي ايه؟ ال 3 دايمنشن اري لفانكشن كنت بتستقبلها في حاجه زي كده. فبيبقى البوينتر ده بيبقى ليه نفس البيهيفير بتاع ايه؟ ال 3 دايمنشن اراي او اسم الاري اللي كان في المين فانكشن. الناس اللي كانت حاضره معايا الكورس فاهمه الكلام ده كويس جدا، بس انا بقول لكم الملاحظات المهمه دي، تمام. انا كان ممكن اقول لك خلاص هي 800 وخلاص، ولكن عايزك تفهم الكلام ده كويس جدا، تمام يا رجاله. طيب السؤال هنا ليك بقى دلوقتي، انا لو جيت قلت لك هات لي السايز في نفس السؤال بقى، يعني انت سيبك خلاص من الايه، من الستيتمنت اللي فوق دي. دلوقتي انا لو جيت قلت لك هات لي السايز اوف استريك البي. دلوقتي استريك البي ايه يا جماعه؟ بوينت على ال 2 دايمنشن اري كلها، صح؟ طيب استريك تاني بقى هيعمل ايه؟ دي ريفرنسنج، هيخش يعمل ايه يا جماعه؟ دي ريفرنسنج، يعني السكوب هيخش على السكوب يا جماعه بتاع ايه؟ بتاع ال 1 دايمنشنز اري اهو. في كام 1 دايمنشن اري يا جماعه هنا؟ ها؟ في 10 1 دايمنشن اري، صح يا جماعه ولا ايه؟ وكل 1 دايمنشن اري فيها قد ايه؟ فيها 20 انت. فدلوقتي انا بالنسبه لي السايز ده ايه بقى؟ يبقى 20 في كام يا جماعه؟ في 4، صح يا جماعه ولا ايه؟ صح جدا، هيبقى كام؟ 80. طيب استريك 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 السايز ده بقى، دلوقتي انا واقف هنا اهو، استريك تاني هيبقى انا هخش ايه يا جماعه؟ على الاليمنت ذات نفسه، انا دلوقتي واقف عند الون دايمنشن اري اهو، صح؟ استريك تاني هخش على ايه؟ على السكوب بتاع الاليمنت بقى اللي هو السايز هنا بقى. هيبقى بكام يا جماعه للاليمنت الواحد؟ 4. فهمتوا يا رجاله؟ تمام؟ خلاص السؤال ذات نفسه احنا حليناه من بدري، لكن انا عايز افهمك الفروقات دي. مش فاهم يا باشمهندس؟ ارجع احضر السيشنز او المحاضرات من الاول، هتفهم كل حاجه ان شاء الله، تمام؟ طيب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده، ركز معايا. عندك هنا الاي دي عباره عن 1 دايمنشن اراي اوف 5 انجر، تمام؟ احنا قلنا ان كل اليمنت هيبقى 4 بايت، فهنحجز كام؟ 4 في 5 بكام؟ ب 20 بايت اهو، تمام؟ كل اليمنت ايه؟ 4 بايت. وقلنا خلاص ان اسم الاري هو عباره عن بوينتر للبيز ادرس فين؟
في الافي، وقلنا طبعا ان البوينت اوف ده يا جماعه مش موجود، ولكن انا عامله لايه يا جماعه؟ للشرح فقط. تمام، خلاص، هو اللي بيعمل البرزنتيشن يا جماعه لاسم الافي هو البيز ادرس بتاعها. خلاص، طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ بي تي ار هو عباره عن ايه؟ عن بوينتر تو انت. خلاص، اعمل بوينتر. ماشي يا جماعه، بص بقى هنا اصيل لايه؟ عمل كاستد. طيب سيبك من الكاستد دي، اسم الافي. ايوه، خلي بالك، وانا دلوقتي لو قلت لك ان الايه الستيب سايز بتاعته هنا بايه؟ بالاليمنت اللي جواه، كل اليمنت كام؟ 4 بايت. فانا لما اجي اقول لك الايه زائد واحد هيروح فين يا جماعه؟ هي ادفانس عند الاليمنت اللي بعديه، 4 بايت اهو. ولكن اسم الافي يعني ادرس الافي كلها، الناس اللي حاضره معايا الكورس، اسم الافي كلها زائد واحد هي ادفانس فين؟ كل البايتس بتاعت الافي، كانه بالظبط راح سكند 1 دايمنشن افي. تمام يا رجاله؟ طيب فهنا اسم الافي زائد واحد بالظبط هيروح بوينت ايه؟ على البيس ادرس اللي هنا دوت، اللي هو اللي بعد الاليمنت ايه؟ رقم 5 ده. تمام يا رجاله؟ هنا واحد سي اللي فوق هيبقى ايه؟ اي بي سي دي، هيبقى واحد دي. تمام يا رجاله؟ طيب بص انا بقول لك ايه؟ برنت اف السبيسيفاير ديسيمالز استريك اوف الايه زائد واحد، الايه زائد واحد فين الايه؟ اهي بوينت ايه على البيز ادرس. الايه هي عباره عن ايه؟ عن بوينتر لانت، صح يا جماعه ولا ايه؟ اهو بوينتر لانجر. الستيب سايز هنا بتاعته كام يا جماعه؟ والدي ريفرنسنج بواحد بايت. فزائد واحد بالظبط كانك وديت ده فين؟ عند السكند اليمنت، صح الجاله ولا ايه؟ طب دي ريفرنسنج هيجيب لك ايه؟ الداتا اللي في 4 بايت. انا عايزك تقولي الكلام ده ورايا، فهيجيب لك هنا ايه؟ 2. فين الاثنين يا جماعه في السؤال؟ في الاجابه اهي. طيب بعد كده انا عارف ان 2 و5، بس يلا نكمل. البي تي ار، خلي بالك بقى، خلي بالك عشان ما تتلخبطش، احنا هنا قلنا ايه؟ ان ادرس الايه زائد واحد، خلاص يعني ده وداك هنا. ولكن البي تي ار هو عباره عن ايه؟ عن بوينتر تو انت. خلي بالك من الكلام هندسه، بوينتر تو انت يعني ده الدي ريفرنسنج بتاعته ب 4 بايت، والستيب سايز بكام يا جماعه؟ ب 4 بايت. هنا البي تي ار ناقص واحد هي يا جماعه هيرجع 4 بايت اهو، يبقى هيبقى واقف كام يا جماعه؟ عند الخمسه. هو كان واقف هنا اهو عند الاليمنت اللي بعد الخمسه، او عند الادرس اللي هو الواحد دي دوت، هيرجع هيبقى هنا. دي ريفرنسنج هيجيب لك قد ايه يا جماعه؟ ال 4 بايت دولت اللي هم فيهم كام؟ الخمسه. يبقى الاجابه ايه يا جماعه؟ 2 و5. تمام يا شباب؟ طيب انا هنا طبعا البوينترز يا جماعه ما بتتحركش، البوينت الثابته ثابته، انا مش بطبق هنا اليونري ايه اوبريتور زي ما قلنا بقى، خلاص. تمام. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع دوت نصيحتي ليك ان انت تفهمه، خلاص يا رجاله. طيب تعال ناخدها واحده واحده. ايه بقى معايا؟ السي هو عباره عن ايه؟ عن 1 دايمنشن اري اوف undefined نمبرز اوف بوينترز تو كاركترز. فانا عندي ايه؟ تخيل كده، مع ان انا عندي اري فيها بوينترز، كل بوينتر هو بوينتر لايه؟ لكاركترز. خلاص يا رجاله؟ طيب فهو عمل لك هنا ايه؟ اساين للسترنج ديت او الاري اوف ايه؟ اوف كاركترز ديت وديت وديت وديت. فانا دلوقتي بالنسبه لي انا عندي ايه يا جماعه؟ في كام بوينتر هنا؟ 4 بوينتر. كل بوينتر فيهم بيبوينت ايه يا جماعه؟ على البيز ادرس لكل ايه؟ لكل سترنج من دول. صح ولا لا يا رجاله؟ صح جدا. فانا عندي اهو، بص عندي في 4 بوينترز حجزتهم اهمت، وعندي طبعا ما تنساش ان اسم الافي، خلي بالك بقى هنا دي السي دي عباره عن افي، يعني اسم الافي بيادفانس قد ايه يا جماعه؟ بتوين كل سترنج والتانيه. فانا اسم الافي اهوت اللي هو السي يا جماعه، تمام؟ ده هنا اللي هو السي، خلاص؟ فبيبوينت ايه يا جماعه؟ على البيز ادرس او على اول بوينتر يعني. خلاص يا رجاله؟ طيب وهنا الستيب سايز هنا بكام يا جماعه؟ ب 4 بايت اللي هو حجم البوينتر الواحد. والدي ريفرنسنج بيعمل دي ريفرنسنج لقد ايه يا جماعه؟ ل 4 بايت اللي هو اصلا ادرس. خلاص؟ طيب بعدين قال لك هنا ايه؟ اساين لهم ايه يا جماعه؟ السترنجز دول. فانا عندي السترنجز اهوت، فاول بوينتر اللي هو دوت هيبوينت ايه يا جماعه؟ على حرف الجي دوت او الجي، تمام؟ والتاني هيبوينت عليه يا جماعه على الام، وبعد كده على التي، وبعد كده على الكيو، زي كده بالظبط. تمام يا رجاله؟ سهله جدا وبسيطه، خلاص؟ الكلام ده احنا شرحناه 30,000 مره. بعد كده السي بي بي او السي بي دي عباره عن ايه؟ عن 1 دايمنشن اري اوف بوينترز. خلاص هي عباره عن ايه يا جماعه؟ عن 1 دايمنشن اري اوف بوينترز تو بوينترز.
يعني كل بوينت اوف من دولت بيستور ادرس بتاع بوينتر اصلا. خلاص يا رجاله، دي عباره عن ايه؟ عن ايه؟ one dimension array of pointers to core. تمام. فانا هنا يا رجاله السي في دي هو عباره عن ايه؟ عن array فيها بوينترز، ولكن بتستور ادريسز بتاع البوينترز اللي هي ايه يا جماعه هنا؟ اللي هم دولت. خلاص انا عايزك برضه ايه تحلل الكلام كده اهوت. تمام يا رجاله اهو، تمام اهو، دي كده يا جماعه السي بي عباره عن array. خلاص array اهي اوف بوينترز تو بوينترز. خلاص انا ايه عملت ستور لادريسز بقى ايه بقى؟ بص خلي بالك بقى لايه بقى؟ السي زائد 3. فين السي؟ اهي زائد 3 هي ادفانس قد ايه بقى؟ ادي 1 2 3 بالستيب سايز يا جماعه كام؟ 4 بايت. فاول بوينتر اهوت بيستور ايه يا جماعه؟ الادرس ده بتاع البوينتر ده. تمام؟ طيب تاني واحد اللي هو ده، تمام؟ اللي هو ده اهو بيستور ايه يا جماعه؟ السي زائد 2 ادي السي اهيت، زائد 1 يبقى هنا، زائد 2 هيبقى هنا اهو، يبقى ده ايه يا جماعه؟ بيستور البيز ادرس بتاع ايه؟ بتاع البوينتر ده. خلاص ده كده بوينتر، ده بوينتر تو بوينتر. خلاص يعني ده بيستور ادرس بتاع بوينتر، طب ده بوينتر فبيستور ادرس بتاع ايه؟ بتاع فاريبل. خلاص طيب بعد كده سي زائد 1. طيب السي زائد 1 اللي هو ايه؟ هنا دي السي زائد 0 اللي هو البيز، زائد 1 يبقى ده. تمام؟ فايه يا جماعه؟ البوينتر ده اهو بيبوينت ايه؟ على البيز ادرس ده. نفس النظام اخر بوينتر بقى اللي هو بوينتر تو بوينتر بيستور ايه؟ الادرس اوف سي. تمام؟ اللي هو ايه يا جماعه؟ السي اهو اللي هو اصلا هو عباره عن ايه؟ عن بوينتر اهو، فعمل ستوب ادرس، فعمل ستوب للادرس للليست سيجنيفيكانت بايت ادرس هنا للبوينتر ده. تمام يا رجاله؟ فانا من ده ممكن اوصل لايه؟ للكاركترز دوت. طيب تعال نشوف اخر واحد، السي بي بي عباره عن بوينتر. خلاص هو عباره عن بوينتر اهو، بوينتر حجز له 4 بايت، تو بوينتر. حلو، تو بوينتر يعني ده بيستور ادرس لبوينتر تو بوينتر. فين يا جماعه هنا الادرس؟ فين هنا يا جماعه البوينتر تو بوينتر؟ اللي هو ده السي بي. تمام يا رجاله؟ فبالظبط خلي بالك بقى معايا من الكلام بقى، خلي بالك معايا من الكلام. فده ده عباره عن ايه؟ بوينتر تو بوينتر تو بوينتر لايه؟ لكاركتر. ده الستيب سايز بتاعه هنا بكام؟ ب 4 بايت صح؟ طب ودوت ها؟ ب 4 بايت برضه. ليه؟ لان هو بوينتر تو ايه؟ تو بوينتر. خلاص فالستيب سايز هنا بتاعته بكام؟ ب 4 بايت يا رجاله. خلاص هنشوف دلوقتي الحل والدنيا هتبقى زي الفل. ركز معايا بقى، ركز معايا هنا كويس جدا. فاكرين البوست فيكس والبري فيكس؟ قلنا ايه؟ قلنا البري فيكس لو جت مع الاستريك بيبقى الايفالويشن بتاعها من الرايت ايه يا جماعه للليفت. طيب طيب كويس جدا. بص هنا يا سيدي، بقول لك هنا السي بي بي، السي بي بي اللي هو ايه عباره عن بوينتر تو بوينتر تو بوينتر لايه؟ لكاركتر. خلاص احنا هنبص هنا بقى، خلاص احنا رسمنا وخلاص. تمام؟ بلس بلس يعني هيزود قيمه السي بي بي الاول. تمام؟ فبص بقى اللي حصل بقى، سي بي بي بالظبط هي ادفانس هنا يا جماعه قد ايه؟ 4 بايت، لان هو بوينتر تو بوينتر فهي ادفانس قد ايه يا جماعه؟ 4 بايت اهو. فهيروح يبوينت ايه يا جماعه؟ على السكند ايه بوينتر ده. خلاص يا رجاله؟ طيب استريك خش بقى، خش اهو، هيخش ايه؟ جوه هنا اللي هو اصلا هو عباره عن ايه؟ عن ايه؟ عن ادرس للبوينتر ده. يبقى بالظبط لما يجي يعمل دي ريفنسنج كانه بالظبط دخل هاي بوينت فين يا جماعه؟ على المكان ده اهو. تمام يا رجاله؟ خلي بالك السي بي بي هو واقف هنا دلوقتي، انا بحركه معاك بس عشان افهمك. طيب بعد كده استريك تاني يعني خش على ايه يا جماعه؟ على الادرس ده او على الداتا دي اللي هي ايه يا جماعه؟ هو يعمل طبعا هنا دي ريفنسنج لايه؟ ل 4 بايت، لان هو بوينتر تو بوينتر. طيب هيخش على الداتا دي اللي هي اصلا ادرس، فهيجي يعمل لها دي ريفنسنج، لكن دي هو عباره عن ايه؟ ها السي ده هو عباره عن ايه؟ عن array of pointers to ايه؟ to characters، يعني ده اصلا بوينتر لايه؟ للكاركتر. فلما يجي يعمل الدي ريفنسنج لده كانه بالظبط بيشاور على ايه؟ على البيز ادرس ده اهو. لما يجي بقى يطبع السبيسيفاي هنا سترينج هيرجع له كام يا رجاله؟ تيست. تمام يا رجاله؟ هيرجع له ايه؟ التست ديت. فاهمين يا رجاله؟ خلي بالك، خلي بالك هندسه،
انت هنا انت اساين للبوينتر دوت اري اوف كاركتر. خلاص اهو، يبقى انا دلوقتي عندي الاجابه بتاعتي يا اما دي يا اما دي. خلاص يا شباب زي الفل. تعالى نرجع تاني، عندك هنا بيقول لك ايه بقى؟ استريك ماينس ماينس استريك بلس بلس سي بي بي زائد 3. طيب احنا ولا بنخاف ولا بنكش، ايه المشكله؟ هنبدا اول حاجه بايه، بالبلس 3 ولا بالبلس بلس؟ لا طبعا بالبلس بلس الاول، ودي هنا عباره عن بريفكس، فدي يا جماعه ايه يا جماعه؟ اللي هتتنفذ الاول. خلاص يا جماعه، فالبريفكس بيتنفذ من ايه؟ من الرايت للليفت، فالبلس بلس الاول دي كان واقف هنا، السي بي بي اهو كان واقف فين؟ هنا. خلاص احنا زودناه قبل كده، هو يروح فين دلوقتي يا جماعه؟ هنا عند النكست بوينتر اهو. صح رجاله ولا ايه؟ صح جدا. طيب بعد كده دي ريفرنسنج، خش ايه على الداتا اللي هي بكام؟ ببوينتر اصلا، فكان ده لما يعمل دي ريفرنسنج كانه بيشاور ايه على المكان ده اهو. ممتاز. طب وبعد كده دي كده خلاص اهو، ده كده خلاص. بعد كده عندك ايه بقى؟ هيتفضل استريك ماينس ماينس وزائد ايه؟ 3. ايه اللي هيتنفذ؟ طبعا البريفكس الاول الماينس ماينس من ايه؟ من الرايت لليفت ايفالويشن. فماينس ماينس ده هينزل قد ايه بقى؟ خلي بالك بقى ده هينزل قد ايه؟ خلاص ده هنا على السكوب بتاع البوينترز دوت، فهينزل قد ايه؟ 4 بايت، يعني بالظبط كانه هاي بوينت يا جماعه على البوينتر اللي قبل كده اهو. تمام؟ خلي بالك من الكلام هندسه. طيب بعد كده ها استريك هيخش يجيب لك ايه؟ الداتا دي، هيخش يجيب لك ايه يا باشمهندس؟ الداتا دي اللي هي اصلا ايه؟ ادرس لايه؟ الاسترنج، او بوينتر لايه؟ الاسترنج اهو. هيجي يعمل هنا زائد 3، خلي بالك بقى هنا زائد 3، انت دلوقتي واقف فين؟ عند الاسترنج دي، فانت دلوقتي هنا وصلت ان الستيب سايز بتاعتك بقت بكام؟ بقت بواحد بايت. يبقى ايه يا جماعه؟ 1 2 3، يبقى واقف فين؟ عند الاس. طب بعد كده لما يجي يعمل بص بقى هيطبع بقى السبيسيفاير ايه؟ اس. تمام؟ هيطبع له ايه بقى؟ من اول الاس لحد ايه؟ لحد التيرمينات بتاعها اهو. بص كده هنا فين اهو الاس كويز. تمام؟ لان دي اصلا يا جماعه انت تخيلها كده خلاص، ان دي كده هي دي الاري ال1 دايمنشن اري اللي فيها السترنج. خلاص فين هيطبع لك يا رجاله؟ اس كويز اهو. فين يا جماعه اس كويز؟ يبقى انا عندي الاجابه هي دي. تمام؟ عايز تكمل تكمل مفيش مشكله، تعال نكمل. دلوقتي البوينتر كان واقف هنا اللي هو سي بي بي، صح؟ تعال هنا بكل بساطه دي لما نيجي نفكها، احنا قلنا خلاص بقى احنا بناس بقى بنفهم بقى، دي لما نيجي نفكها تبقى ايه؟ استريك استريك السي بي بي ناقص ايه؟ ناقص 2 زائد كام؟ زائد 3. خلاص يا رجاله؟ طيب السي بي بي هو واقف هنا دلوقتي ناقص 2 ناقص 2، طبعا هو مش هيتحرك، يعني هنا انا مش بطبق اليونري ايه؟ اوبريتورز. هنا السي بي بي ناقص 2 فكانه بالظبط هيجي هنا. استريك هيخش عند الداتا اللي هي اصلا بوينتر فين؟ اللي هنا. تمام؟ استريك تاني هيخش عند ده اللي هي اصلا بوينتر فين؟ اللي هنا اهو. زائد 3 يبقى 1 2 3. هيطبع هنا السبيسيفاير هنا السترنج هيرجعه ليه يا جماعه؟ الزد اهي. سهله جدا صح؟ طيب تعالى نرجع تاني ده نرجعه هنا مكانه. طيب هنا بقى الاس اسم ده السي بي بي، السي بي بي لما تيجي تفك الكلام ده يطلع ايه؟ السي بي بي ناقص 1 كل استريك ناقص 1 هنا الكل بابا ايه استريك. خلاص الكلام ده بقى قديم جدا بقى. طيب السي بي بي ناقص 1 هنا السي بي بي بكام؟ بحجم البوينتر اللي هو ال 4 بايت. دي بي فرنسك هيخش على الادرس اللي هو اصلا بوينتد فين؟ على المكان ده. ناقص 1 هيجي هنا. دي بي فرنسك هيخش على الادرس اللي هو ده اللي هو كانه بيظبط بوينت هنا. زائد 1 اللي هو هنا. هيروح يطبع السترنج هيجيب له يا جماعه السي والكيو اهوت. خلاص يا رجاله العمليه ان شاء الله تكون سهله وبسيطه واضحه جدا. تمام؟ طيب سؤال زي دوت يعني هيكون صعب بصراحه ان انت تحله ايه بالنظر. تمام؟ لان انت شايف طبعا الدنيا هنا معكوكه ازاي. خلاص طيب فانت انصحك ان انت ايه ترسم الاول.